محمد مساء الفل. مساء الفل يا كابتن هاني، منورنا ومشرف حضرتك. مساء الفل على الكباتن، دايما بتنورنا. واكيد عندك النهارده بعض الملفات. انا يمكن قلت لضيوفنا كابتن عمرو وكابتن احمد هنتكلم على منتخب مصر، هنتكلم عن النادي الاهلي، فحابب تبدا بيه. خلينا نبدا بمنتخب مصر. ماشي. يعني لسه مباراه الامس امام زامبيا، ويعني لسه منتخب مصر محتاجين اكتر من كده، محتاجين طبعا العنصر التهديفي والناحيه الهجوميه، الاتاكينج ستايل محتاج شويه تظبيط. انا شايفه ماشي بشكل كويس في الملعب، ولكن ترجمه للاهداف، استغلال الفرص، محتاجين لسه شغل كبير جدا. نقطه مهمه جدا، لان منتخب مصر عنده خط هجومي ناري. انت صحيح بتتكلم على نجوم كلهم كبار، هو انا اللغز يعني اللغز اللغز فعلا، ممتلك محمد صلاح، مصطفى محمد، مكسر الدنيا مع نانت بداك، تريزيجيه، مرموش، حتى حمدي فتحي، حتى يعني معظم الناحيه الهجوميه عندنا بتمتلك كوادر، بتمتلك كواليتي عالي جدا، لعيبه مش عايزين كلام. لو اتكلمنا على احصائيات كل لاعب فيهم لا متفوقين، ولكن مع منتخب مصر هنا المشكله، حتى زيزو، حتى لعيبه كتيره جدا عشان ما ننساش حد. عشان كده حبينا بس نلقي الصوره على فيتوريا. فيتوريا من ساعه ما بدا مع المنتخب حتى الان 10 مباريات، 9 فوز، خساره واحده امام تونس. حتى في المباريات ده كابتن هاني عايزين نقول احنا على المستوى الافريقي قابلنا مين في افريقيا؟ لسه ما قابلناش اللعيبه المنتخبات اللي هي التصنيف الاعلى او في رقم واحد او اللي سابقنا، الا منتخب تونس، وللاسف كانت خساره 3-1. الفوز الكبير ده كله بالاهداف، يعني بنتكلم 22 هدف، يعني 22 هدف في 10 مباريات ممكن يكون معدل كويس، ولكن الـ 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 لو نقف هنلاقي المباريات اللي كان فيها السكور الاعلى مباريات، يعني منتخبات ملاوي 4-0، يعني منتخباتها كابتن هاني المستوى الفني صحيح، والتصنيف اقل، وهو ده اللي ساعد في رفع المعدل التهديفي. على الرغم ان انا من لما قابلنا مثلا مباريات غينيا، لو قابلنا حتى اثيوبيا كان الفوز 2-1 1-0، على الرغم ان في اتاكينج هجومي بشكل قوي جدا. عشان كده عايزين نمسك موضوع الناحيه الهجوميه ونبدا باخر مباريتين. هنتكلم على مباراه زامبيا امبارح ونعرض جدول بالاحصائيه الرقميه على النقاط الهجوميه فقط. ماشي. ونقارنها بمباراه تونس اللي خسرنا فيها 3-1. طيب على المستوى الهجومي واداء منتخب مصر هجوميا، دي احصائيه بتاعه المباراه اللي فاتت، مباراه زامبيا، مباراه الامس. يعني تمام. مصر وزامبيا بنتكلم حتى من ناحيه الاستحواذ متفوقين 61% مقابل 39%. الاهداف طبعا فوز 1-0. الاهداف المتوقعه كنا يعني كان ممكن نسجل هدفين، يعني او يعني او قد نصل لهدفين. طيب النقطه بتاع الاهداف المتوقعه مقارنه بالسكواد، بالخط الهجومي بتاع منتخب مصر، ده رقم قليل. ده رقم قليل يعني، لان احنا بنتكلم على التسديدات. لما بنتكلم على التسديدات 19 تسديده، منهم 3 اون تارجت او 3 على المرمى. طبعا منتخب زامبيا 7 فقط مقابل 1 فقط على المرمى، لكن رقم كبير. الرقم كبير ولكن الايفكت اللي على المرمى بالظبط. يعني لو بنتكلم على الثلاثه الاون تارجت، 2 لحمدي فتحي، واحده منهم هدف، وواحده لتريزيجيه. انا بتكلم على اون تارجت، على الرغم ان تريزيجيه مثلا امبارح لو كنا بنتكلم من ناحيه التسديد على المرمى كان في اكتر من تسديده، ولكن خارج المرمى كان بيشكل خطوره، خارج القائمين والعرض. صحيح. نقف بقى الحته بقى التسديدات من داخل منطقه الجزاء. بنتكلم دلوقتي في 8 تسديدات لمنتخب مصر من داخل من منطقه الجزاء، واحده منهم بس اللي هي اون تارجت. بنتكلم على التمريرات، بنتكلم برقم طبعا كبير جدا، 635 كان فيه بيأدي او بيدل ان الاستحواذ كان عالي جدا، نسبه الدقه كانت عاليه 569 من 635. بس دي بنقف عندها، هل التمريره اكتف فعاله؟ صحيح. ممكن كاسره الخطوط فعاله بتوديك يعني استحواذ سلبي ولا ايجابي وهكذا يعني. مظبوط. تمريرات الى منطقه الجزاء، انت عندك بقى هي دي اللي بنتكلم فيها، التمريرات اللي بتوديني عند منطقه الجزاء هم 29، يعني بنتكلم في 635 تمريره، معظمها طبعا بتتكلم في نص ملعبك، في نص الملعب عموما، ثلث يعني الاوسط. ده حلو قوي يا بازل، الاحصائيه ديت التمريرات التي يعني التمريرات لمنطقه الجزاء. صحيح. كانت 29 تمريره، واحنا عدد التمريرات في المباراه كلها 635، فانت عندك الجزئيه ديت، ما عندكش يعني العدد قليل قوي انك بتروح على منطقه الجزاء بعدد تمريرات قليله مقارنه طبعا بالاستحواذ الكبير. صحيح. يعني هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، وده بيعكس طبعا ناحيه التهديد اللي على المرمى الخصم، ومنها طبعا احراز الاهداف للاسف قليله جدا في المباريات دي. نبص بصه سريعه، نجري برضو مع على مباراه تونس. طب نشوف ده كانت مباراه زامبيا والفوز 1-0.
نشوف مباراة تونس وكانت الخسارة 3-1 أمام تونس. صحيح، هنقف بقى هنا على نقطتين يعني حتى التسديدات، والتسديدات من داخل منطقة الجزاء برضو نفس الكلام، التسديدات كانت 14 تسديدة منهم 4 أون تارجت لمنتخب مصر، والتسديدات من داخل منطقة الجزاء كان في 9 منهم 3 أون تارجت، يعني احنا من داخل منطقة الجزاء وصلنا كان في 9 تسديدات كان ممكن برضو ده رقم، يعني أعتقد إن الرقم كويس إنك توصل 9 تسديدات من داخل 18، ولكن الإفكت نتيجته كان 3 بس ما بين القائم والعارضة، ده عدد قليل يعني. صحيح، بس يعني بنتكلم لسه معانا التمريرات الى منطقه الجزاء، هو بنتكلم 60 تمريره من طبعا من 552 تمريره، انت بس 60 تمريره كان هنا المعدل قد يبدو افضل من معدل مباراه زامبيا امبارح، مقارن احنا بس نحل هجوميا ما بين مباراه زامبيا ومباراه تونس. فعشان كده عايزين نقف هنا ان لسه منتخب مصر محتاج ان هو يبقى عندنا فاعليه اكبر من الناحيه الهجوميه علشان يعني يتم ده ترجمه الاهداف، لان عندنا مباراه مهمه امام الجزائر طبعا الاسبوع القادم، مباراه طبعا وديه دوليه ولكن طبعا هتعكس قوه يوم الاثنين. على فكره اختبار كويس يعني على مستوى، على مش هنقول اختبار، ولكن في مباريات بتحس ان هي ديت ممكن تقول لك انت واقف فين. صح، جمال بالماضي بيحترم طبعا المنتخب المصري وهو عنده نفس النظريه، قال لك انا عايز اشوف نفسي واقف فين امام منتخب كبير زي المنتخب المصري، ان شاء الله يكون الاداء افضل وان شاء الله تكون النتيجه كمان على مستوى ان شاء الله يعني كويس ونكسب اكتر من واحد على الاقل. تلعب مباراه صعبه لكن ده اختبار حقيقي لمنتخبنا الحقيقه يوم الاثنين اللي جاي امام منتخب الجزائر. عشان كده قبل ما نلقي الضوء على مباراه الجزائر، والجزائر كانت بتعمل ايه في اخر مباراتين امام السنغال وامام تونس ايضا، كان هنا بقى تصنيف عالي يعني السنغال وتونس، عايزين نشوف مع بعض صور الاختراقات والناحيه الهجوميه. يعني نرجع بس صور الاختراقات، ماتش مصر امام زامبيا وماتش مصر امام تونس، الاختراقات من الملعب نفسه، الاختراقات ديت بتورينا من الثلاث من الاطراف او من العمق كان شكله عامل ازاي بالنسب المئويه يا كابتن هاني، بيعكس طبعا انت انهي مكان في الملعب محتاج ان انت تشتغل عليه بشكل اكبر، انهي طرف مثلا الجناح يمين او ناحيه اليمين او ناحيه الشمال كان منتخب مصر فعال بشكل اكبر، وعايزين نعكس ده على السكواد الموجود في سواء كان في ناحيه اليمين او ناحيه الشمال منتخب مصر. لو نقدر نعرضها هتورينا الرسمه عامله ازاي، الاختراقات الناحيه الهجوميه كان شكلها يعني عامل ازاي على الملعب، كانت من ناحيه اليمين اكتر من ناحيه الشمال اكتر، وبالتالي او من العمق او من العمق، فبتشوف انهي جبهه محتاجه انك تحسن منها، وبالتالي ممكن بتقف على حاجات معينه. يعني ده ماتش تونس، يعني احنا بنتكلم على ماتش تونس يا كابتن هاني، بص على منتخب مصر هنا كان ناحيه الشمال عندنا ناحيه طبعا العمق كان فيه الاختراقات واللعب بشكل اكبر 51%، وقد يترجم طبعا لنص هدف، للاسف ما كناش حتى واصلين ان احنا نحقق هدف والمباراه دي خسرنا فيها. ناحيه الشمال 43%، ناحيه اليمين كانت معدومه تماما، ما كانش فيها الفاعليه، ما كانش فيها طبعا التحرك بشكل كبير جدا او ان احنا نشكل خطوره على منتخب تونس من ناحيه اليمين، فانت كنا شغالين بشكل افضل ناحيه يعني الشمال. يعني شايف مباراه تونس اللي اتغلبنا فيها 3-1 كان النواحي الهجوميه كانت اكتر كتير جدا ناحيه الشمال عن ناحيه اليمين، وبالتالي كمان كان في كثافه هجوميه من العمق، يعني بدأنا نتحرك فيه وللاسف ما ترجمش ده الاهداف. لو نبص بقى سريعا على مباراه زامبيا، مباراه زامبيا بقى هتوريك حاجه شكل تاني خالص، نفس الكلام هنا بنتكلم برضو ناحيه اليمين على الرغم وجود محمد صلاح طبعا على رحم صحيح، حتى زيزو لما بينزل وبيدخل بيدي الدعم في ناحيه اليمين، هنا هتلاقي الاختراقات الهجوميه او الثريتس الهجومي كان ناحيه كانت مباراه زامبيا الاختراقات من جهه اليمين كانت 11%، من العمق 41%، ومن الجهه اليسرى 48%، ما زالت الجهه اليسرى افضل من الجهه اليمنى من ناحيه من النواحي الهجوميه. صحيح، وده اللي ظهر فيها تريزيجيه امبارح بشكل يعني رائع جدا وبالضم ليه لحمدي فتحي. عندنا نفس الصوره ديت بتورينا بقى مباراه الجزائر، قبل ما نخش بقى على ارقام الجزائر عشان نستعد للمباراه الجايه، كانت الجزائر وتونس وكانت مباراه قويه جدا، شفنا طبعا هنا بقى نشوف الجزائر بتلعب ازاي، بيعكس ايضا الستايل طريقه لعب الجزائر ناحيه دايما معظم لعبهم لعب جماعي، بيقربوا المساحات من بعض والدبل باس، فهتلاقي دايما الاختراقات من العمق هي اكتر حاجه بيلعبها منتخب الجزائر بشكل رائع جدا، عملوها امام تونس ب 78%، عندك منهم 14 طبعا يعني تسديده كانت لها يعني شكل خطوري او هجمه من العمق، حتى الاكس جي طبعا اعلى بكتير، تقريبا هدف يعني طبعا، يعني كان دي مباراه مهمه جدا امام تونس. نبص بقى على مباراه السنغال، نفس الكلام، هم فازوا على السنغال 1-0. خلينا بقى نركز على الجزائر اكتر عشان ماتش القادم، مركزين مع الجزائر دي نفس الكلام امام السنغال. شوف يا كابتن هاني حتى هنا امام السنغال
برضه من العمق، يعني الاختراقات من العمق 83%، يعني ده برضه نسبة كبيرة بتعكس لك ستايل وطريقة لعب الجزائر هيكون شكله عامل ازاي، او يعني ده من المتعودين عليه مع جمال بالماضي وطريقة لعبهم. طبعا معظمها بيضموا من العمق، حتى الأجنحة زي ما احنا دايما بنشوف، حتى محرز، حتى معظم لعيب. هنخش ده اتفضل اتفضل. يعني كنا عايزين نتكلم سريعا، يعني لو نقفل موضوع الجزائر قبل ما نخش على الاهلي وسيمبا التنزاني، بنتكلم على نقاط الضعف برضو عند الجزائر. عندنا حالات سريعه جدا 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 بتورينا ان معظم الاهداف اللي دخلت فيهم كانت من ضربات ثابته، ضربات ركنيه، او ضربات طبعا متحركه، عرضيات من الاطراف متحركه، كانت بتسبب خطوره كبيره جدا على منتخب الجزائر، لان ده بيعكس طبعا التمركز السيء للمدافعين الجزائر. طيب. للاسف